فيما يتعلق بالبيان الاخير ديال حركه الشباب الاخضر اللي تخصص النقطه ديال قتل الكلاب بالضله بمدينه طنجه، كانوا تقتلوا واحد 10 ديال الكلاب، كلنا شفناهم، شفنا واحد الصور واحد الفيديوهات يعني بشعه، خصوصا انهم كيكونوا درجوا الاطفال وكيشوفوا ديك المشاهد الوحشيه. احنا بهذا الملف هذا منذ مده احنا كنترافعوا فيه، احنا عارفين بان المواطنات والمواطنين كيتشكاو من الظاهره ديال الكلاب الضل منتشره بشكل رهيب، وكيطالبوا بانه يتم الجمع ديالهم، التعقير والتعقيم على الاقل. كنقولوا بان الكلاب اللي الا كان فيها السعار يجب انها يكون كيعملوا هذيك الموت الرحيم، يجب القتل ديالها. ولكن اللي بغينا نوضحوا كذلك بان الكلاب اللي فيها السعار ما كتمشيش بقطيع، كتمشي بوحده، هذه اول حاجه. ثاني حاجه هو ان الجماعه ديال طنجه اضافه الى واحد مجموعه شركاء من ولايه الجهه رصدوا ميزانيه 15 مليون ديال الدرهم باش يعقموا ويعقروا ويبنيوا محجز جماعي ديال الكلاب الضاله. فبالتالي الحل ها هو هنا كاين، الحل العملي البديل ديال القتل ها هو كاين، رصد الميزانيه ها هي كاينه، بقى غير التفعيل ديالها. ولكن فاش حنا كنرصدوا الميزانيه وكنعملوا حلول بديله وكنهضروا على الديمقراطيه التشاركيه وما الى ذلك، وكنقولوا باننا وافقنا على العريضه اللي تقدمت بها جمعيه بيئيه كتشتغل في المجال ديال البيئه، وكنصدقوا بالاجماع على وقف قتل الكلاب والاعمال ديال الحلول البديله، ومن بعدها بسويعات كنخرجوا نقتلوا هاد الكلاب، انا راه كنقتلوا الديمقراطيه التشاركيه، كنقتلوا الاراده ديال المشرع الجماعي يعني كيشرع على المستوى الجماعه طنجه، كنقتلوا كذلك كل ما يعني الشعارات الرنانه والطنان اللي كتدعوا لنا براسنا بان خاصنا نشجعوا الديمقراطيه التشاركيه وخاصنا اعمال ديال الاليات الدستوريه في اشراك المواطنين في اتخاذ القرار وما الى ذلك. هو كيبقى عيب ان 81 عضو من جماعه طنجه يصوتوا بالاجماع من كل مختل يعني من كل الفصائل السياسيه ولا الالوان السياسيه، اغلبها معارضه، على انه يتوقف الكلام وانت كتخرج بعدها بساعات. هذا يعني شيء يندله الجبين وما خصوش يكون، والمسؤول عليه خصو يتحاسب. يعني حنا دابا مابقيناش كنقول الدين وانا الشجوب، الا كان خطا خصو يتم التدارك ديالو وخصو يتم التوضيح في هذه المساله هذه، شكون اللي عطى الامر ديال القتل ديال الكلاب ويتحاسب. لانه المطالب ديالنا هي بسيطه، الاعمال ديال ذاك الاتفاقيه اللي تعملت ديال اتفاقيه الشراكه من اجل احداث المحجز تخرج عما يعني في القريب العاجل الوجود، الا كانت بقى تعطى شويه يكونوا محاجز مؤقته وراها كاينه ديجا حتى هي في البرنامج ديال الشراكه اللي كان قبل، يعني الاعمال الارادي ديال 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 اعضاء مجلس جماعه طنجه، احترام ديال القرارات ديالهم والمقررات ديال المجلس، وكذلك احترام يعني الضوابط الدستوريه والقانونيه فيما يتعلق بالديمقراطيه التشاركيه، لان بحال هكذا كنقولوا الناس راه حنا كنعملوا غير ديمقراطيه صوريه، ديمقراطيه شكليه، غير كنجيو نغنيو ونكتبوا هنا في الجماعه وكنصوتوا وكناخذوا التصاور من بعد كنمشيو نعملوا ما بغينا، ماشي هادشي اللي بغينا حنا المواطنات والمواطنين يسمعوا، مش بغينا هادشي، بغينا نشجعوهم اكثر على انهم ينخرطوا في الديمقراطيه التشاركيه حتى انهم يوليو صناع القرار عبر هاد الاليات اللي جات في الدستور. بالنسبه كاين هناك واحد الجمعيه بالريف تبعت جمعيه كاين مولاتها سليمه قدر. سليمه قدر، هاد الجمعيه خدات الدعم، وهذا واش ديك الشيء بدا كتقول ما عندهاش واش وقفوا لها الدعم ولا كتقوم بالتصرفيه؟ واخا بالنسبه لهاد الجمعيه هادي راه ما عمرها ما خدات شي دعم عند الجامعه طنجه للتوضيح وصافي. هاد الجمعيه كتقوم بواحد المجهود جبار، كتجمع بالاعانات ديال المواطنات والمواطنين ولا بعض المانحين يمكن حتى من الخارج، اس اف تي الا بغيت تعقل مزيان، كتقوم صراحه بعمل ايجابي جدا جدا. يعني يكفي ان الجمعيه هذه حنا غير ندعموها ونوفروا لها بعض الشروط الاساسيه باش تكمل في العمل ديالها وانها تقوم باللازم. دابا الاشكال اللي كيوقع في اغلب الاحيان ان حتى الكلاب اللي كتعقمهم وكتعقرهم وكتعمل لهم الحلقه الجمعيه هذه كيتقتلوا، وهذا راه لعبات، ما كاينش فوق هذا اللعبات هذا. يعني هذه المصلحه اللي معنيه بهذا الامر هذا خاصها توقف على هذا الشيء هذا، لان بركه يعني بلغ السيل الزوا، يمكنش حنا نرصدوا الفلوس باش نعملوا شي حاجه وفي الاخر نخرجوا نعملوا العكس ديالها، ما هذا عبث وصافي.